قال حاكم إقليم دونيتسك الأوكراني المدعوم من روسيا إنه لا يوجد سبب للعفو عن بريطانيين حكم عليهما بالإعدام الأسبوع الماضي بعد اعتقالهما وهما يحاربان في صفوف أوكرانيا. ودونيتسك ولوهانسك إقليمان في منطقة دونباس الأوكرانية والتي تقاتل روسيا لانتزاع السيطرة عليها بالكامل من أوكرانيا. وقبل 3 أيام من العملية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فبراير اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهما دولتين مستقلتين في خطوة أدنتها أوكرانيا والغرب باعتبارها غير مشروعة. قال مسؤولون محليون إن القوات الروسية نسفت جسرا يربط مدينة سيفرودونيسك الأوكرانية التي تشهد حرب شوارع بمدينة أخرى عبر نهر، مما أدى إلى قطع طريق إجلاء محتمل للمدنيين. هذا وصارت سيفرودونيسك محور المعركة للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية في شرق أوكرانيا. وتعرضت أجزاء من المدينة للدمار خلال بعض من أعنف المعارك منذ بدء روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي. قال القائد السابق لكتيبة أزوف التابعة للحرس الوطني الأوكراني ماكسيم غورين إن جثة عشرات المقاتلين الأوكرانيين الذين قتلوا أثناء حصار مصنع أزوفستال الصلب في مدينة ماريوبل الجنوبية ما زالت تنتظر من يستعيدها. وأضاف غورين أنه بموجب شروط اتفاق تبادل حدث في الأونة الأخيرة فقد تم بالفعل إرسال حوالي 220 جثة من الذين قتلوا في أزوفستال إلى كييف، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك عدد مماثل من الجثث في ماريوبول. وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس ستولتنبرغ قراري فنلندا والسويد بالتقدم بطلبات لعضوية الحلف بالتاريخية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الفنلندي سولو نينيستو أضاف ستولتنبرغ أن فنلندا والسويد لطالما كانتا منذ أمد بعيدة أقرب شركاء للحلف، مشيدا بما لديهما من ديمقراطيات قوية وجيوش قادرة على تعزيز الأمن المشترك. قرار فنلندا والسويد بالتقدم بطلبات لعضوية حلف شمال الأطلنطي تاريخية، ولطالما كانت منذ أمد بعيد أقرب شركائنا، فلديهما ديمقراطية قوية وجيوش قادرة، وستزيد عضويتهما في حلف الناتو من أمننا المشترك، وستعزز منطقة الشمال في حلف الناتو. من جانبه شدد رئيس الفنلندي سوليو نينيستو على خطورة الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أنه تباحث مع أمين عام حلف شمال الأطلنطي كثيرا في هذا الشأن. وقال نينيستو إنه من غير الممكن التنبؤ بنهاية واضحة للحرب في أوكرانيا في الوقت الراهن، مشددا على أنها دون شك مشكلة مشتركة لجميع الأوروبيين ومصدر قلق عالمي. الأمر الأكثر خطورة هو الحرب في أوروبا في أوكرانيا. لقد تبحثنا كثيرا في هذا الشأن، وللأسف لا يستطيع أي منا التنبؤ بنهاية واضحة لتلك الحرب في الوقت الراهن، وتلك دون شك مشكلة مشتركة لجميع الأوروبيين وإلى حد كبير مصدر قلق عالمي. أرى أن الصمود يمثل أحد النقاط التي تتبادر إلى الذهن، ولقد تم اختبار قدرة الشعب الأوكراني على الصمود للحد الأقصى، وهناك الكثير من الضحايا والخسائر، وهم يقاتلون بشجاعة ويبدو أنهم سيواصلون القتال. And let's hope that at the end